كاينين الملايير ديال المجرات اللي كنقدو نشوفوهم في هذا الكون، وكل مجرة فيها ملايير ديال النجوم، وفي واحدة من هذه المجرات كاينه واحد النجمة كيدور عليها واحد الكوكب زرق زرق زرق. هذا الكوكب فيه بزاف ديال القرودة وهاد القرودة ما كتحسبش راسها قرودة، ما كتحسبش راسها انها نوع حيواني كاع، وعزيز عليها تعاود داكشي اللي كيفرقها على الحيوان. وانت اصلا حيواني ملي كدوي على هادشي الحيوان؟ وهاد القرودة كيقولوا انهم كيختلفوا على الحيوان في الشكل ديالو، في الوعي، في التصرفات، في الماكلة، فوق الطابلة، فراش معلق ماس، وكيعطيو الراس مسميات بحال انا مغربي، جو سوي فرونسي، ام امريكان، ذيس از جاباني. وديك اللعيبه اللي كتخرج من الارض كتعطيهم فوق اللي كياكلو كيسميوها شجره 3 اينا باوم سوري اربوري نمو ارفول البرو سر. كيتبدلوا الفم وكيبقى القرد واحد. قرد عجيب غريب ذو تركيبة بصرية عصبية بيولوجية فيزيائية معقدة، ولكن كيبقى قرد. يمكن نقولوا عليه قرد ذكي. الأهرامات، سورسي العظيم، جامع الحسن تشان، الجبال والبحار والغابات، لا لا هادو كان قبال منك القرد. هادي كل حوايج واعره بالنسبه للقرد. قرد اللي المخ ديالو كبر ولا صعيب عليه يبقى فرحان حياته كلها، وهذا القرد هو الكائن الوحيد اللي كيفكر وكيقول انه خصو يبقى فرحان ديما، والكائنات الاخرى خصها غير تكون كاينه. هذا القرد تبعه واحد اللعنه، لعنه الوعي، لعنه الله وعليه. ما علينا، هذا القرد كيتشرب، كيضحك، كيبكي، كيخاف، وكيخاف بزاف من داكشي اللي كيقولوه القرود الاخرين عليه. داكشي علاش خصو ديما يكون بحال القرود الاخرين. وهاد القضيه صعيبه لحقاش كاين بزاف ديال القرود اللي ما كيحملوش قرود اخرين خرى عنا هاد القرد. وهذه هي الحاجه اللي كتميز هاد القرد على الكائنات الاخرين، هي انه كيكره القرود اللي ما كيشبهوش ليه، القرود اللي لونها مبدل، القرود اللي صوتها مبدل، القرود اللي زغبها مبدل. كيكره كاع هاد القرود، ومن بعد كيحسب راسو بوحدو واخا معاه 7 مليار ديال القرود بحالو. من بعد كيمشي يجمع المعدن او الوراق الفلوس كيعطيهم لواحد القرد باش يعطيه ليسته ديال المشاكل اللي عنده. القرد عنده اسئله، القرد باغي اجابات، القرد عارف راسو غيموت، القرد اختار على راسو الهه وسماها زوس، كرموس، اديس، طوبيس، ديو، الله، كريشنا، براهما، اهورا مازدا، مرسيدس. وهاد القرد كيتجاحد مع خوتو في شكون هي الالهه الواعره، وفي شكون هي الالهه اللي بصح نيت كاينه حقيقيا ديال بصح ديك اللعبه ديال الهه دوريجين. ومن اللي الهضره ما كانتش ري خضره، القرد كيهز الحجره وكيوجدها لراس خوه. قرد كيتحارب، قرد كيصيب قنبله نوويه، قرد فاش بغى يفرقع القروده كان غيفرقع الكوكب الازرق، وجاو قرود اخرين باش يعتقوه. وعاد باش القرود اللي كيغنيو قدام بزاف ديال القروده، والقرود الاخرين اللي كيصيبوا جوائز كيعطيو القرود اخرين بحال دوك الجوائز الصيبات في شي مجره اخرى. وهذا القرد كيسحب راسو عرف كلشي فاش كيبدا يقرا القرود اخرين بحال ديكارت، ارسطو، انسفيل حرور، سقراط، كارل ماركس، فولتاير، فولماتير. كيبغي يعزل شكون واعر فيهم وكينسى بلا كلهم قروده. قرد كيخطط، قرد كينعس مع قرده، قرد كيطيح في الحب، قرد كيعطينا اقاريد نقريد قردود، قروده صغار، قرود كيغني، قروده كيشطحو، قروده كيشطحو ليا في الراس. القرد عنده بزاف المؤهلات ينفع بها راسو الا بغى ينفع راسو. القرد كيحسن الزغب ديال وجهو باش ميبقاش يشوف راسو قرد، وكينسى بلي خصو يحسن الزغب ديال مخو باش ميبقاش اخا قرد. قرد كيرسم خطوط فوق من تراب وكيسميها دوال. القرد اكتشف بيترول، داكشي علاش حياته مره طالعه مره نازله. القرد كيوسخ، كيخنز، كيلوت الارض فين عايش بحال ما كايناش شي حاجه سميتها غدا. وكيقول كلشي بخير، هادشي مخلوق ليا انا، الرب ديالي بوحدو اللي كبر، عطاني بوحدي بنانه. القرد نسى بلي غابتو، ماشي بوحدة اللي خاضرة، شوفتو صغيرة اللي خدتو عادي حيت كان عايش في حفرة. ودابا تحلو العوينات وهود من فوق الشجرة، زادو شوفتو الوينات وعرف رأسو عمرو كان قرد.